صنعت جنوب افريقيا تاريخ اليوم، وتقريبا كل ما تم طلبه في الطلبات التمهيديه من قبل الفريق القانوني لجنوب افريقيا تم الاستجابه له. اسرائيل عمليا ادينت، والقضيه كانت اكثر من رائعه بحضورها وبقوه ما تم تقريره. نعم، غزه انتصرت اليوم. لكن النهاية المطلوب من إسرائيل أن تقدم تقرير في نهاية فبراير. ما تم من قرارات تلزم إسرائيل الوصول لها عمليا بوقف إطلاق النار دون أن تسمي المحكمة، لكنها كل ما طلبت المحكمة هو في مضمونه الإقرار بوجود جينوسايد في قطاع غزة، وطلب من إسرائيل عمليا وقف إطلاق النار.